أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة خلال كلمته في الجلسة العامة لمؤتمر الاستثمار في أفريقيا بشرم الشيخ على أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي من خلال تقوية سلاسل القيمة المضافة الإقليمية وربطها بالسلاسل العالمية بشكل مباشر، الأمر الذي يسهم في تعزيز الإنتاجية والتنافسية وتطوير المهارات وتنويع الصادرات وتطوير الأسواق وتعزيز التجارة البينية، وبالتالي خلق فرص عمل وزيادة الدخل وتخفيف حدة الفقر والمساهمة في تحقيق النمو الشامل لجميع دول القارة. وقد أجرى قابيل مباحثات مكثفة مع عدد من وزراء التجارة والاقتصاد المشاركين في فعاليات المؤتمر، حيث التقى مع السيد شارلز موجياجي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار التنزاني، حيث تناول اللقاء سبل دعم العلاقات التجارية بين البلدين، خاصة في ظل جهود الجانب المصري لتنمية العلاقات المشتركة من خلال إنشاء مكتب تجاري جديد بالعاصمة التنزانية دار السلام، وإنشاء خطوط ملاحية مباشرة ومراكز لوجستية لتوسيع حجم العلاقات المشتركة خلال المرحلة المقبلة. وفي ذات الإطار عقد قابيل جلسة مباحثات مع السيد لوك ماجلوير وزير التجارة الكاميروني، حيث بحث الوزيران دفع العلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة وبصفة خاصة في المجال الصناعي، حيث أبدى الجانب الكاميروني رغبته في الاستفادة من الخبرات التصنيعية المصرية بهدف زيادة إنتاجية مختلف القطاعات الصناعية الكاميرونية، إلى جانب بحث عقد اللجنة التجارية المشتركة وتشكيل مجلس رجال أعمال مشترك. وقال الوزير أن مباحثاته مع المهندسة مها العلي وزير التجارة والصناعة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية تناولت أهمية تعزيز العلاقات التجارية والصناعية المشتركة بهدف تحقيق التكامل بين الجانبين، خاصة في ظل الاتفاقات التجارية التي تربط كلا البلدين، سواء كانت اتفاقية التجارة العربية الحرة جافتا أو اتفاقية أغادير، والتي تضم إلى جانب مصر والأردن كل من تونس والمغرب. كما شملت مباحثات الوزير لقاء مع السيد صلاح محمد الحسن وزير التجارة السوداني، والذي تناول خلاله أهمية تأثير التجارة بين البلدين والقضاء على أي عوائق قد تعترض انسياب حركة التجارة المشتركة، وبحث أيضا الموقف الحالي لمنفذي إشكيت وأرقين، مشيرا إلى أنه جاري إنهاء الإجراءات الخاصة لبدء تشغيل منفذ أرقين الجديد، هذا فضلا عن الترتيب لعقد اللجنة التجارية المشتركة. واستعرض الوزيران المشكلات التي أبداها الجانب السوداني بخصوص رسائل الجمال المصدرة إلى مصر، وفي هذا الإطار تم الاتفاق بين الوزيران وفي حضور الدكتور عصام فايد وزير الزراعة المصري على تشكيل لجنة مشتركة من جهات الخدمات البيطرية والحجر الزراعي بالبلدين للاتفاق على آليات لتوحيد نظم الفحص بما ييسر من تدفق حركة التجارة بين البلدين. وقد اختتم وزير التجارة والصناعة مباحثاته بلقاء السيد عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة والمناجم الجزائري، حيث استعرض الوزيران سبل دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين وبصفة خاصة في مجالي الصناعة والتعدين. وقال قابيل أن مصر والجزائر يمتلكان قاعدة صناعية قوية تؤهلهما للتعاون سويا سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى الإقليمي، مشيرا إلى حرص الوزارة على توسيع حجم التعاون المشترك بين البلدين والسعي لإزالة أي معوقات تحد من انسياب وتدفق التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين. وقال أنه اتفق مع نظيره الجزائري على الإعداد لعقد اجتماع مجلس الأعمال المشترك خلال الشهور القليلة المقبلة لتفعيل دوره في زيادة أواصر التعاون الصناعي والتجاري خلال المرحلة المقبلة.